كبير بيبعث للفقير بيبعث مرات شوي بيبعث مرات كتير بيبعث شمس وفي بيبعث نار ومي بيبعث ما عنده صغير بياخد ما عنده كبير ومن بكرة بيبعث الله يا حياتي بيبعث الله أجمل باقة ورد ندخل بيوت كل من يلتقط صورة قناة حنبعل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حيثما تصلكم صورتنا. نرجو أن تكونوا جميعا في تمام الصحة والعافية. بكل حب ندخل بيوتكم وقول لكم صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين. كلنا في الموعد لمؤنستكم طيلة ساعتين من البث المباشر. فقرات متنوعة ونتحدث اليوم في مجالات مختلفة وأكثر من ضيف يسجل حضوره معنا اليوم. شو نقدم لكم الفائدة والمعلومة الدقيقة من خلال الضيوف والمصادر نفسها اللي باش تكون حاضره معنا. برشا ضيوف نجمع اليوم بين برشا قطاعات وباش يكون حاضر معنا من بعد ان شاء الله وسعداء باستقبالهم كل من وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحه. وطبعا ضيوف اخرين باش يكونوا حاضرين من بعد نذكركم بهم تباعا. نعطيكم طرق الاتصال والتواصل معنا حتى تكونوا معنا باقتراحاتكم وباسئلتكم ونقدكم لينا. مرحبا بكم على رقم التليفون والاس ام اس والفاكس والموزع صوتي. أرقامنا هي ننطلق بداية برقم التليفون 71 759 478 مع إضافة 00216 لكل من يود الاتصال بنا من خارج تونس. على ذمتكم زايدة الاس ام اس متاعنا على رقم 78 87 تكتبوا لنا إكغيك ام اسباس والاقتراح. تنجموا تخليوا لنا زاده رساله صوتيه على رقم 88 40 31 31. رسائلكم الصوتيه تصل الي اللي معنا وكل البرامج التي تبث على قناه حنبعل وبالنسبه لكل المنظمات والجمعيات وكل الهياكل اللي تحب قناه حنبعل تقوم بتغطيه لمختلف انشطتها. مرحبا بكم على رقم الفاكس 79 44 935. صباح نور مزاكي. صباح الخير. الحمد لله. لباس؟ لباس. باهي عمرك العادة كوجينتنا اقتراحاتنا مختلفة قبل هذايا قبل ما نشوفوا مزاكي شنو يقترح علينا اليوم. نعطيكم فكرة مشاهدينا على مختلف فقراتنا بالنسبة للصبحية هذه. تفضلوا. نعطيكم اخر اخبار النجوم من خلال فقره ستار نيوز ونصلت الاضواء على الفنانين في الوطن العربي. حدث في مثل هذا اليوم فقرتنا لنتابعوها صبيحه كل جمعه وسبت. فيديو جاج ودقائق من خلالها نحاول نرسم الابتسامه بالنسبه لكل من يتابعنا اليوم. ونتحدث على الاقتصاد التونسي وفقرة خاصة أيضا بالجمال لكل سيدات أستوس بوتي في الموعد كما كل صبيحة سبت. صباح الورد. مرحبا بكم مجددا. نرجع لكوجينتنا بعد الشيف محمد مزاكي اللي يقترح علينا في كل مرة ثلاثة أطباق نحاولوا نعاونكم شوية في دبرت اليوم. شيف شنو عنا اليوم؟ بالنسبه اليوم اقتراحاتنا اليوم طبيعة الحال كيما مستانسين باش نعملوا سلطه اللي هي بشكله خدينا احنا الخضره اللي موجوده عندنا في السوق. نعم. من ليتي من فلفل طماطم قرع باش نعملوها شويه غريي واللي غيبقى ني كري وغري مخلطه معنا. مخلطه ولا مشكله مشكله باهي داكوردو منوعه. الطبق الرئيسي نرى في الحوت دونك الباج نتاعنا اليوم هي السمك. بالنسبه للحوت اليوم حوت خديته على طريقه البيتزا يولو يعني اي واحد يعمل سام البيتزا جميع لي غارنيتور اللي كيخدم بها البيتزا يولو من فلفل من بصل من كبار من من انشوا من زيتون يعني نجم يعمل بها طريقته هو يعمل طريقته هو بالحوت. بالحوت باهي. حاجة جديدة اليوم. البارح ما عند ليلى كلينا باتي باللحم المفروم واليوم بيتزا بالحوت. باهي داكوردو اوكي. مرة جاي نعملوا باتي بالحوت وبيتزا باللحم المفروم. نسيل جعنا ديما على كل نحب نذوقوا حاجة جديدة مانيش متعودين بها. المهم في الآخر تكون بنينة. هذا هو المطلوب. الدساغ نتاعنا فما تمر. بالنسبة للديسير نتاعنا هذا ديسير اللي سميته حلو الشيف وليد.
هذا سيف وليد زميل للأمانة معناه للأمانة الحقوق الحقوق حقوق به اوكي هي هو حلو اللي كي الباز نتاعو اللي هو بالدقله وكريم باتيسير داكوردو دونك ملي ناخذوا هيت المكونات نتاع الاطباق ثلاثه نبداو بالطبق الاولاني نشوفوا شنو المكونات نتاعو حضروا اكل ورقه وستيلو باش تقيدوا معانا مكونات الاطباق ثلاثه ننطلق بالطبق الاول شيف تفضل بالنسبه للسلطه اللي هي مشكله خدينا كاباليتو يعني حتى 8 اشخاص كاباليتو خدينا القرع الاخضر فلفل الاحمر فوالا 100 غرام بصل خدينا 100 غرام فلفل اخضر احمر او الاصفر يعني الموجوده في السوق 50 غرام قطانيه شويه طن 100 غرام قرع لو اخضر 100 غرام سفناريه شويه فجل زيتون كحل وليتو به يعني المقادير ماهيش برشا قداش من شخص ينجم يكفي طبق هذا يا مزاك حتى 10 اشخاص 10 اشخاص ب 100 غرام طماطم 100 غرام انت باهي شويه شويه من الحاجه يعني نجموا نكونوا نشكلوا سلطه في ترشيد الاستهلاك يا سيدي باهي نتعداو للطبق الرئيسي نشوفوا شنو المكونات تحديدا والمقادير خاصه بالنسبة للطبق الرئيسي خدينا حوت اليوم خدينا الورقة أولا نجمو نستعملو أي نوع حوت أي نوع من الحوت خدينا 500 غرام حوت خدينا 300 غرام طماطم مكعب 100 غرام فلفل أخضر وأحمر خدينا 50 غرام اللي هو كبار حكل تاع اللانشوا زيتون أكحل 50 غرام بصل أحمر 50 غرام بطاطا وشوية هريسة به يعطيك الصحة مزاكي نتعداو للديسيغ نتاعنا به هذه شنو مزاكي؟ شابليور هذاك داكوردو به داكوردو انا نسخايلها فارينا كومبلي من الاول داكوردو يعطيك الصحة كي صلحت لي دونك شنو نستحقوا للديسيغ نتاعنا؟ بالنسبة للديسيغ نتاعنا باش نسحقوا اللي هو الكريم باتيسيير باش نسحقوا 100 غرام دقلة 3 كعبات عظم 50 غرام فارينا 200 غرام خبز محمص وزيت لي القلي به يعطيك الصحة نراو انه الاقتراحات نتاعنا مزيانة برشا حلوة خفيفة ايضا مزاكي يعني ما اختارش ولا ما عملش على كمية كبيرة في المكونات دونك نجمو نطيبوا الاطباق هذه توصل حتى لعشرة اشخاص 10 اشخاص يعطيك الصحة والمكونات ماهيش برشا ما عندناش كونتيتي كبيرة دونك هوني كما عودناكم نحقوا المعادلة صعيبة تكون ماكلتنا بنينة ماهيش مكلفة وماهيش غالية بالكل اي سورتو بنينة ورابيد رابيد فوالا فكرتني في العنصر الثالث والمهم للسيدات باش ما يطولوش برشا في القعد في الكوجينه يعطيك صحة مزاكي نرجع لك بعد شويه ننطلق مشاهدينا بهذا نغم ثم نعود لاجواءنا المباشره وننطلق في استقبال ضيوفنا خليكم معنا نرجع بعد شويه